السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أوكي؟ ننتظر دقيقة. حسنا، مرحبا بكم جميعا في الحصة ديال اليوم. إن شاء الله المحتوى على بركة الله. كنا في الحصة اللي فاتت، الحصة ديال الجمعة، بدينا في شرح ديال الدرس ديال الإنجليش. تنسس انجلش تنسس للطن او الازمنه، يعني تنسس هما الازمنه. كنا بدينا في الشرح ديالهم حصه البلاد وما كتبش لينا اننا نكملوا الشرح بسبب ضعف الانترنت. الان ان شاء الله في شرح الدرس اللي ما استطعناش اننا نكملوه في الحصه ديال الجمعه. اوكي، كنا تكلمنا في حصة حصة الجمعة وقلنا بأن عندنا ثلاثة ديال الأزمنة في اللغة الإنجليزية. عندنا الباست، وعندنا بريزنت، وعندنا فيوتشر. أوكي، عندنا الباست والبريزنت والفيوتشر، يعني عندنا ثلاثة ديال الأزمنة في اللغة الإنجليزية: الماضي والحاضر والمستقبل. اوكي، وقلنا في الحصه اللي فاتت حصه الجمعه قلنا بان كل زمن كينقسم ثلاثه المظاهر او ثلاثه لي زاسبي. قلنا بان عفوا نرى في ثلاثه، قلنا عندنا باس سيمبل، عندنا باس سيمبل، باس كونتينيوس، وعندنا باس بيرفكت سيمبل، وعندنا باس بيرفكت كونتينيوس. وقلنا كل مظهر من المظاهر في الزمن نفسه في كاين في البريزون وكاين في الفيوتشر. يعني كذلك عندنا بريزنت سيمبل، وعندنا بريزنت كونتينيوس، وعندنا بريزنت بيرفكت سيمبل، وعندنا بريزنت، وعندنا بيرفكت كونتينيوس. كذلك عندنا فيوتشر سيمبل، فيوتشر كونتينيوس، فيوتشر بيرفكت، فيوتشر بيرفكت، عفوا فيوتشر كونتينيوس، فيوتشر بيرفكت كونتينيوس. اوكي، سو كل رقم كيتفرع اربعه مظاهر. هذه البديه اللي كنا بدينا تحدثنا عليها الحصه اللي فاتت، قلنا بان ثلاث ازمنه: باست، بريزنت، فيوتشر. وكل رقم كيتفرع أربعة مظاهر. الآن إن شاء الله على بركة الله نبداو نشرحوا الدرس ونتعمقوا. حاولوا ما جاتش بكري، ركزوا معايا. هذا الدرس ديال الكون أو ديال الأزمنة مهم جدا. أوكي، هذا هو النقاط اللي كنا تحدثنا فيه تحدثنا عليها الحصة اللي فاتت. أوكي، أول حاجة كان كما تعرفوا أن للكون أو الأزمنة لو طون لي كونجيغيزون كيتصرفو مع الأفعال فيربس. فيربس أوكي، لو فيرب يعني الكونجيغيزون كنصرفو مع الفيربس. إذا كنتو باقي عاقلين الحصة الأولى ديال هاد اللايف تحدثنا على باس، تحدثنا على بارت أوف سبيتش من بين اقسام الكلام هو الفيربس. اذا الكونجيغيزون كيمشيو مع الفيربس. اول حاجه خصنا نعرفو شنو هو الفيربس. شنو هو الفيرب؟ الفيرب هو كينقسم لجوج، عندنا اكشن فيربس اللي هما دايناميك، يعني افعال متحركه، دايناميك ولا اكشن يعني افعال متحركه، بحال مثلا تلاهي، يلعبوا، ستادي، يدرسوا، ياكلوا، ايت، عفوا، المهم الافعال اللي عندها علاقه بالحركه كتسمى دايناميك فيرب. اوكي، وعندنا الافعال ثابته، ستاتيك تسمى، كيف تفرونسي ستاتيك فيرب. عندنا دايناميك فيربس الافعال المتحركه، وستاتيك فيرب افعال جامده، بحال مثلا سليب،
think, love, hate, إلى آخره. الأفعال اللي غير ملموسة، اللي هي غير ملموسة، كتسمى static verb. والأفعال المتحركة هي اللي أكشن، كتسمى أكشن. أوكي، بحال مثلا عندنا الفيرب بلاي، يلعبوا، عندنا إيت، عندنا study، يدرسوا. دايناميك هو الفعل المتحرك يسمى action verbs، وستاتيك هم الأفعال الجامدة أو الثابتة. أوكي، كل شيء واضح في النقطة هذه؟ good. good، تبارك الله عليكم. أوكي، إذا هذه النقطة هذه الأولى خصكم ضروري تعقلوا عليها. إذا باش كتميزوا ما بين أنواع ديال الأفعال، أتفهم الفرونسي كاملين، كنقولوا لي ستاتيك فيرب، لي ستاتيك فيرب إي لي داينامو فيرب. أوكي، الآن دابا نبداو إن شاء الله، واخا أختي حكيمة بإذن الله نبداو في فصل الموضوع. أوكي، إذا هذه النقطة هذه ديال التقسيم ديال الفيربس، إذا عندنا دايناميك أند ستاتيك فيرب. إذا لننتقل إلى النقطة الموالية. النقطة الموالية اللي خصني نتحدثوا عليها من بين الأفعال المهمة في اللغة الإنجليزية اللي خصني نكون عارفينهم وضابطينهم هما واحد ثلاثة مهمين. Verb to be, verb to have, and verb to do. Verb to be, verb to have, verb to do. Are the three main verbs, moving into self. Okay? Verb to be, verb to have, verb to do. Can I tell you how to conjugate them? بزاف.
شكي تسمى وعلا هلو كتسمى ممكن تخلو ليس على الناس شكي تسمى هلو كتسمى en anglais helping them verbs ولا auxiliary verbs عندهم سمية أخرى auxiliary verbs اوكي عندنا verb to be لا كنت باقي عامل بلاص ديال الانفينيتيف قلنا ان الانفينيتيف ديالنا كيبدا ب 2 بلاص verb verb to be verb to have verb to do le verb être le verb avoir et le verb faire هادو ثلاثة الافعال مهمين ضروري نشوفو معايا في الحاجة ديالهم اذا خصنا نتعرفو عليهم le verb to be le verb to have et le verb to do شكيتسمى كتسمى helping verbs اوكي ولا auxiliary verbs اوكي هما اللي غنبغيو فيهم وتحس بهم ونشوفو التصريفات ديالهم كيفاش كيتصرفو لان غنخدمهم ونضبطهم غنعرفو غنحتاجوهم بزاف لي كونجوغيزون خصنا نكونو ضابطين يعني خصنا نكونو محفوظين اوكي سابا النقطة هادي الثانية اللي هما الهيلبينغ فيرب او الافعال المساعدة كنسميوهم باللغة الانجليزية هاد الافعال هادو عندو جوج ادوار في اللغة الانجليزية اما الدور الاول هو هذا اللي كنا شفنا هيلبينغ فيربس ولا اوكزيلري فيربس واما المين فيرب تا هو افعال عادية كنسمى مين فيربس اوكي هاد الافعال مثلا تو بي تو هاف تو دو عندهم جوج وظائف في الكونجيكتور اما الوظيفه الاولى هيلبينغ فيربس ولا اوكزيلري فيربس les auxiliaires en français ou il peut m'en faire un million il peut m'en faire un chemin main verb je veux dire main verbs main verbs ou le verbe principal il y a une fois le verbe ici verbe principal ok so mais comme vous le mettez I am a teacher I am a teacher c'est un verbe principal le verbe to be I'm a teacher ou I am a teacher et d'un exemple I am a teacher. إذا هو الفعل to be أو الناس في simple present. جابوا الوظيفة ديالو main verbs، الفعل principal. نشوفوا هذا example ديال helping verbs. إلا كنقولوا helping verbs ولا auxiliary verbs. مثلا I am playing football. I am playing football. إذا هنا لو فيرب تو بي هنايا ماشي برينسيبال فيرب ماشي مين فيرب ماشي فعل رئيسي هيلبينغ فيرب ها هو البرينسيبال فيرب هو هذا هو playing اوكي سو I am playing football. إذا لو فيرب تو بي ولا لو فيرب تو هاف ولا لو فيرب تو دو نفس الشيء كيف لو فيرب تو هاف ونفس الشيء كيف لو فيرب تو دو ممكن يلعب وظيفة ديال helping verbs ممكن يلعب وظيفة ديال main verbs إذا هذه النقطة مهمة هذوما الأفعال مهمة في اللغة الإنجليزية الآن في الشق الثالث غنشوفو التصريفات ديالهم كيفاش كيتصرفو أوكي غنشوفو كيفاش كيتصرفو في البريزون في البريزنس أوكي كاين عندهم شي سؤال في هاد النقطة عندكم شي سؤال في هاد النقطة إذا عندنا لو فيرب تو بي لو فيرب تو هاف لو فيرب تو دو كي قلنا ثلاثة الوظائف جوج وظائف عفوا إما هيلبين فيربس ولا مين فيربس نحن نقولو هيلبين فيربس هما لي زوكسيليار والمين فيرب هما لي فيرب برانسيبال جود إذا عندكم شي حاجة ما واضحاش في هاد النقطة هادي قبل ما نمر للتصريفات ديال هاد الفيربس كلشي واضح
عندكم شي سؤال؟ شنو ما فهمتيش اختي احسن؟ المهم هاد النقطة الثالثة اللي تحدثت عليها تحدثت على ثلاثة ديال الفيربس. عندنا تو بي اللي هو لفيرب اتر اون فرونسي، تو هاف لفيرب افواغ اون فرونسي، تو دو لفيرب فير اون فرونسي. هاد ثلاثة الأفعال هادو هما الركيزة ديال لي كونجيكيزون. حتى في الفرونسي كنشوفو اتر افواغ كنكون في كونجيكيزون بزاف. تو بي، تو هاف، تو دو، هاد الأفعال هادو الثلاثة عندو جوج وظائف في الكونجيكيزون، عندو جوج وظائف. الوظيفة الأولى ديال الأوكسيليار أفعال مساعدة، لي زوكسيليار. المين فيربس هما الأفعال الرئيسية، لي فيرب برانسيبال. بحال مثلا أون فرونسي كنقولو جو سوي أن إليف ولا جو سوي أن بروف. أوكي، هاد جو سوي راه هي أي أم، يعني كتسمى فيرب برانسيبال. أوكي، سو المين فيربس هما الأفعال الرئيسية، يعني I am a student, I am a teacher, etc. أما لو قلنا I am playing football ولا I am studying English، هنا لو فيرب تو بي ماشي لو فيرب برانسيبال، هنا لو فيرب كيدخل في الأفعال المساعدة ولا auxiliary verbs. أوكي، سو إذا هاد لو تري فيربس تو بي، تو هاف، تو دو كيدخلوا في جوج وظائف في اللغة الإنجليزية. إما الوظيفة ديال main verbs، main verbs هما الأفعال الرئيسية، ولا helping verbs ولا auxiliary verbs هما الأفعال المساعدة. أوكي، الآن ننتقلوا للتصريفات ديال هاد ثلاثة ديال الفيربس باش ما نطولش عليكم. كنتمنى كلشي يكون واضح. كلشي واضح؟ ما عندكمش شي سؤال في هاد النقطة هادي؟ إن شاء الله أختي سعاد، ضروري في الكونجيكيزون غنعطيو إكزامبلز ديال الأفعال اللي متداولة واللي كتستعمل بزاف في لي كونجيكيزون بإذن الله. أوكي، إن شاء الله. الآن ننتقلو للتصريفات ديال هاد لي فيربس. واش اكشن فيربس ولا ستاتيك فيربس، يعني واش الافعال متحركه ولا افعال جامده. النقطه الثانيه لو طون اللي غنصرف، واش غنصرف في الماضي ولا نصرف في البريزون ولا نصرف في الفيوتشر. هنا علاش غنشوفو، نشوفو الفرق ما بين الباس والبريزنت والفيوتشر، ونشوفو هادوك الكي ووردز، لان هادوك الكي ووردز خصك تعقلو هما دوك الكلمات المفاتيح، يعني خصك تعرف الكلمات المفاتيح اللي كتبين لي هل الفيرب تصرفو في البريزنت ولا في الباست ولا في الفيوتشر اكسترا. اوكي، وايضا النقط ديال الفعل او الكونجيكيزون كيتصرف على حسب لا فورم ديال الجمله. شنو هي لا فورم ديال الجمله؟ عندنا في الفرنسي كنقولو لي تيب دو فراز. اوكي، ملي كنبغيو نصرفو الفيرب كيتصرف على حسب لا فورم ديال الجمله، اما افيرماتيف ولا نيجاتيف ولا انتروغاتيف. اوكي، سواء عندو معكم ملي كنبغي نصرف الفيرب أو ملي ندير كونجيكيزون كنصرف على حساب لا فورم. والسؤال اللي كيتطرح ليكم في الكونجيكيزون بزاف هو هذا هو السؤال اللي كيتطرح. put the verbs in the correct forms and put the verbs
يعني بنت كونجوغي لو فيرب ليش ان ذا كوركت فورم لا فورم سلاها شنو هي لا فورم هي لا فورم ديال الجمله يعني ملي تصرفوا لو فيرب غتصرفوا على حسب دوك كديروا في الجمله هذه الاولى يعني خصك تعرف لا فورم ديال الجمله ان ذا كوركت فورم عاد ان ذا كوركت تنس ونشوف الى كيف يتصرف هذا الفيرب واش بريزنت ولا باس ولا فيوتشر اوكي لا فورم ديال الجمله او لي تيب ديال الفراز اون انجلي عندنا ثلاثه عندنا ثلاثه بطبيعه الحال عندنا واحد الطابلو نتمنى تبعو معايا عندنا ثلاثه اوكي عندنا افرماتيف افرماتيف كنقول افرماتيف ولا انا كنسمي كنقول كنفضل نقول بوزيتيف يعني جمله بوزيتيف افرماتيف ديال بوزيتيف جمله اللي كتسالي بوان كتسالي بوان عندي افرماتيف ولا نيجاتيف ولا انتروغاتيف عندنا affirmative وعندنا negative وعندنا interrogative اوكي affirmative negative interrogative اوكي وعاد كنصرفوا على حسب الضمائر اللي عندنا عندنا I you he she it we I you he she it we and them اوكي كنحاول انني هاد الامور هادي بالنسبه للمترشحين الرسميين قدر يجيو في الملل انا كنحاول ندير
كنبسط مع الاحرار اوكي، لان هاد الامور هذه هي لاباس. اما بالنسبه للمترشح المصريين هادشي شافوه في الكاتريام والسانكيام والسيزيام اوكي. سو هاد النقطه هذه واضحه قبل ما نشرحوا في تصريف الباب. تبارك الله عليكم كلشي جاوب لي اي ام هي از وي ار جود لاك. اذا واضحه هاد النقطه هذه، كلشي واضح الان. عندكم شي سؤال؟ اوكي، دونك صرفوا لي فيرب تو بي. اذا صرفوا في افيرماتيف مثلا I am a teacher. كمل الجملة فور اكزامبل. I am a teacher. You are a student. I am a teacher. You are a student. He is a nurse. ولا he is a doctor. He is a doctor. She is a nurse. Nurse هي فرمية. She is a nurse. ومرضى. It is a marker. It is a marker. حتى الضمير اللي غيري اوكي. It is a marker. We are نحن we are friends. They are children. اوكي، هذه هي الجمله بوزيتيف او الجمله افرمتيف. I am وزاد كتصرف بحال هكا دابا تبين. I am you are he is she is it is we are they are. اوكي، واحد النقطه خصكم دابا تعرفوها، لازم تبين أو لي فيرب إيغ أون فرونسي هما لي أفعال لي كتستخدم كنستخدموها بزاف في الأيدونتيتي. شنو هي الأيدونتيتي؟ الهوية، أو كنعبرو بيها على روشنا بزاف. أوكي، هو فعل ماضي، فعل كامل أو فعل كينونة. أوكي، دائما كنعبر بيها شي حاجة، الهوية ديالي ولا ديال الشخص الآخر، الأيدونتيتي ولا شي حاجة كينونة. يمكن كتبقى تقدم راسك، ديما كتستخدم لي فيرب تاني بزاف. Okay, so I am a teacher, you are a student, he is a doctor, she is a nurse, it is a marker, we are friends, they are children. نمشيو للنيجاتيف اللي كنبغي نفيد. I am a teacher, I am not a teacher, ولا I am not a teacher. I am not a teacher. تزنى، تزنى هذا في النفي؟ not. وهو الفعل. I am not a teacher. You are not a student. You are not a student. He is not a doctor. She is not a nurse. It is not a marker. It is not a marker. We are not friends. And they are not. They are not children. Okay? Then you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. هذا هو مفهوم ديال النيجاتيف. Okay. نمشيو لبال كواشن. الكواشن دائما كنديرو انفيرس
interrogative كرجعنا للبوزيتيف. I am a teacher. ما نكش نقول am I a teacher. يصحيح في الفورم جراماتيكال. جراماتيكال ممكن نقول am I a teacher. Am I a teacher? جراماتيكال يصحيح. اوكي يعني هو بدنا نعرف السوجي على الفيرب ولا هو الاول ولا السوجي ولا هو الثاني. هو الفيرب بين ام وهاي هو الثاني. I am a teacher. حتى السؤال الغلط تقول am I a teacher؟ واش انا استاذ؟ جراماتيكال صحيحه ولكن في الكوميونيكيشن سبيكينغ في التواصل ما تستعملش بزاف. اذا قد تقولوا are you a teacher؟ واش انت استاذ؟ are you a teacher؟ اوكي؟ كذلك هذا صحيح الجراماتيك am I a teacher؟ احيانا تدير حيوان راسك تقول am I a teacher؟ نمشيو للثانيه you are a student. بغيت نسول شي واحد واش هو تلميذ. Are you a student؟ هل أنت تلميذ أو هل أنت طالب؟ Are you a student؟ إذا ربطينا كتبنا الفيرب هو الأول. Are you a student؟ Are you a student؟ الفيرب هو الأول وعاد لو سويت يعني الدكتور كتب قلب. He is a doctor. Is he a doctor? That's not for sure. I'm not sure. She is a nurse. Is she a nurse? It is a marker. Is this a marker? We are friends. Are we friends? Are we friends? وأخيراً, they are children. Are they children? They are children. Are they children? وش هم أطفال؟ Are they children? إذا في الكوشن دائما كنديرو أنفيرس دو لو سوجي إي ريفان هاو إزاف من الأول الأول أم أر إيز إيز أر أر أوكي سو هذا هو لا فورم ديال 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 الريفان تو بي أو واخا كيتسرب في البريزون. واحد النقطة أصلا هاد الضمائر أي يو هي شي إيت وي دي هذا كرامر اسمه ضمائر وكان الضمائر كنديرو اسماء كتدخل بلاصه بالضمائر يعني بلاصه الاي ديرها ودي سميت بلاصه ديال شي حاجه مثلا امينة عفوا امينة از امين عفوا عفوا امين مثلا هي امين از ا دكتور يعني ممكن تحيد هي ودير امين مثلا أمين إيز أ دكتور. شي إيز ممكن تحيد شي وتعوضها مثلا جينيفر إيز أ نيرس. أوكي إذا الظاهر الضمائر دائما كيبقوا بلاصتهم. أوكي هذا هو الضغط تبي ديال في الاتصال ديالو في البريزون. يعني نكتب هنا الضغط تبي يعني الضغط إف أون في أون في أون بريزون. يعني الضغط تبي إن بريزون. اوكي كان عندكم شي سؤال كلشي واضح وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا شفنا الان le verb to be in present simple يعني le verb être en présent de l'indicatif I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. وصرفنا لو فيرب على حسب لا فورم ديالو في الجملة إما affirmative ولا negative ولا interrogative.
ودائما هاد لافورم كتنطبق على جميع الافعال. اوكي حنا نشوفو تشوفوه معنا بجميع الافعال في التصريفات الاخرى. وقلت لكم بان هاد لافورم تبي وكيف تعتبر من الافعال ديال الهويه. اوكي كيف تعتبر من الافعال ديال الهويه ديال ايدنتيتي فيربس، يعني فعل كان او فعل كنونه. اوكي هذا لو فيرب تو بي في البريزنت نفس لا فورم ان شاء الله باش ما نضيعوش الوقت. غنصيفط لكم التصريف ديال لو فيرب تو بي في البريزنت وفي الباس. اوكي هاد ثلاثه الافعال اللي خدمنا ديال لو فيرب تو بي لو فيرب تو هاف لو فيرب تو دو غنحاول نصيفط لكم بي دي اف بوحدهم مصرفينهم قادين. اوكي كاين عندكم شي سؤال كلشي واضح؟ ما كان مازال فيكم من تستمروا نكملوا دابا لو فيرب تو هاف نشوفوا لو فيرب افوار ولا فيرب تو دو، لان ضروري خصنا نتعرفوا على هاد الافعال والتصريفات ديالهم لان مهمين بزاف باش يجيونا ساهلين من دون نخدمو بهم في لي كونتيكيرون. كلشي واضح؟ مازال فيكم نكملوا ان شاء الله. اوكي ما عندكمش حتى شي تساؤل في هاد النقطة هادي. أنا كما قلت من قبل الطرف المرشحين الرسميين يقدروا يجيو شوية الملل، ولكن أنا ضروري خصني أنني نبدا بهاد لاباز ونشرح هاد النقطة على حساب اللي كاين اللي مقاطع هاد الدراسة وكاين اللي ما عمرو ما شاف لونجلي. ضروري خصو يتعرف على لو فيرب تو بي ويتعرف على لو فيرب تو هاف ولا لو فيرب تو دو. اوكي مايمكنش ندخلو حنا في الدروس وحنا مازال ما نتوما ما فاهمينش هاد لاباز ديال لو فيرب. خصنا ان شاء الله قريبا نشوفو الداس باسيف فويس، ولكن خصنا نكملو تنسز حيت لا فهمنا الداس ديال الكونجيكيزون باذن الله عز وجل غتفهمو الداس ديال تنسز. مايمكنش شي واحد نسى التصريف ديال بريزنت كونتينيوز ولا مثلا باس كونتينيوز غيفهم الباسيف فويس. الباسيف فويس كيخدم بالكونجيكيزون بزاف. ان شاء الله غنشوفو باسيف فويس من بعد ما نكملو الداس ديال الكونجيكيزون. الان نكملوا على بركه الله. الان شفنا الان تصريف ديال الهدف التربي اي ام دو ان اي شي از ات از دو وي ار دي اكسس هذا الهدف التربي في البريزنت. الان نشوفوا الهدف افوار اللي هو اون اونغلي الهدف تو هاف. انا ما نمسح غير غير الاكزامبل ديال الهدف التربي نفس الطريقه دائما الهدف الهدف تكونوا كيتصرفوا على حساب الهدف ديما شنو معايا نقابلو بها. كنتمنى تكونو كتصاوبو معايا النقط ممكن تصاوبو النقط وخا انا اللايف كيبقى مسجل، ولكن ضروري انك تصاوبو تصاوبو النقط. ما حطيتيش النقط راجعتي انا اجي ما نديرش حتى شي حاجة. كما كنقول لكم كالعادة إلا كان شي خطأ إلا كان شي سبب فهو مني ومن الشيطان، إلا كان شي توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقني لما تحب الله وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. You have a book. I have a mobile. You have a book.
he has واحنا half half ومن شو نجي he has هنشوف معه he وشو he فلتر he has مثلا he has a laptop he has a laptop لديه حاسوب he has a laptop she has she has a money she has money she has money مثلا it has food مثلا يعني شي قد مثلا من اوقات كيت بحيوان اوكي it has food ولا it has blue arms ما فيش شي شاور شي قط يعني اكيد كيت عوض كات شي شاور عندها عين زرقين it has blue arms مثلا blue ولا it has fur يعني عندها مش نديرها حل فيور it has fur فيور هاي الأخير يعني يجب ديرها فوق يعني مش يعني يجب عوض نعم كات ولا دائر ولا أي حيوان we have brothers لدينا أخوة we have brothers they have sisters لديهم أخوات أو أشهر شقيقات أوكي سوف نقوم بالأفعال الملكية I have a mobile you have a girl he has she has it has we have they have لاحظوا عندها تقريبا كتبدلش من غير فعل he or she or it وما يعني have and have أوكي ولا كذلك الشيء does not
should do that. She has not. Rashid does not have. It does not have. We don't have Nazanazo. Do. Read that correct dictionary. Nazo do. We don't have. They don't. No, they do not have. Okay? So, sign of the right possible in heaven that must be only that. I don't have a mobile, you don't have a pen, he does not have a laptop, she does not have, he does not have. We don't have and they don't have. Like a couple of short form, you know, my most would do not. Okay? Interrogative. Question. Interrogative. Can you address the decision in that? Well, they can deny it. It's a very little word. The same thing. Has a very little word. Help and learn. Do I have a mobile? What? Do I have a mobile? It is not that you understand the very decision. It is a very little. Every decision. The verb is the one who does not say. Do I have? Do I have a mobile? Grammatically, whether it is communication speaking, the same. Do I have? Do you have? Do you have a book? Something said. Do you have a book? Does he have a brother? Does he have a sister? Does she have? Does it have? Do we have? They don't have the question. Do I have? Do you have? Does he have? Does she have? Does it have? Do we have? Do they have? Okay. What had not done? Kushi wale? Okay? Idem hello, what sort of deal is about to have? Full presence. Full presence. Même tu sais sur elle. Quand il va le verbe to do, Ok, وهذا هو الفورم اللي كتمشيو عليها.
نفهمشوا عليه، يعني خصكم تعقلوا على هاد لافام. اوكي، هذا دابا شفنا لا فيرب تو بي في البريزنت، وشفنا دابا لا فيرب تو هاف في البريزنت. بقى لينا لا فيرب تو دو. لا كان فيكم مازال كملوا لا فيرب تو دو اليوم، لا ما كانش نخليو حتى الحصه الجايه اللي بان لكم. اوكي، كنتمنى تكونوا وضحت لكم هذه النقطه وتعقلوا على هذه لا فورم. اذا ملي كتبغي تصرف لا فيرب كتصرفوا على حسب لا فورم ديالو او على حسب الموقع ديالو في الجمله، اما افيرماتيف ولا نيجاتيف ولا انتروغاتيف. ودائما ملي كنبغيو نديرو لا فورم في الانتروغاتيف كنديرو الانفيرسيون دو سوجي الى فيرب. اوكي، كلشي كيقول لي نكملو. اذا نكملو لا فيرب تو دو، غير واحد النقطه الله يجازيكم بخير، انا ان شاء الله ملي غنسالي لا فيرب تو دو دابا الان نختمو به الحصه ديالنا. اذا نصيفط لكم في البي دي اف هذا الطابلو قاعده، كنتمنى تكون جاتكم منقدتو. اوكي، غنصيفط لكم قاعده الطابلو ديال لا فيرب تو بي لا فيرب تو دو لا فيرب تو هاف في البريزنت وفي الباس. اوكي، باش تشوفوا كيفاش حتى في الماضي كيفاش كيولي. اوكي، وهذيك الساعات نشرعوا في 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 الكونجيكاسيون ديال، لان غتشوفوا هما نخدموا بهم بزاف. انتم لاحظتوا علاش انا بغيت نبدا، علاش انا بغيت نبدا بهاد ثلاثة الافعال المهمين. ها حنا دابا في لا فيرب تو هاف، استعنا بلا فيرب تو دو كمين فيرب، لاحظتوا استعنا به. اذا هذا من الافعال المهمين اللي غنشوفوهم في الكونجيكاسيون بزاف. الان نكملوا على بركة الله، نكملوا ان شاء الله، حاولوا تصبروا معايا. I do a homework. Okay? I do a homework. You do a good job. You do a good job. You do a good job. He, she, it, he does. He does a work. Yani does a job. He does a work. من بعد نشوفوا هاد لي فيرب تو دو، حنا نركزوا معايا. كاين عندنا لي فيرب تو دو لي فيرب تو ميك، هاد جوج افعال هادو غنحطو في البكالوريا الفرق بيناتهم. الحصة الجاية ان شاء الله نحاول نبين لكم الفرق ما بين لي فيرب تو دو ولي فيرب تو ميك. اوكي، مثلا نقول I do an exercise، ماشي بحال نقول I make a cake. I make a cake ماشي هي I do a cake، كنقولوش I do a cake. حنا نشوفو واحد الفرق في الحصة الجاية ان شاء الله. إذا she does an exercise. She does an exercise. هاد إيت هادي دار واحد العمل زوين مثلا، ولا عاد انجاز زوين.
نشوف هذا الشعر ويبدو الجوب ويدو الورك ويدو وركس دايدو وركس اوكي فهذا اي دو هي دو هي داز شي داز ويدو دايدو اتس ايزي بريزنت اوكي نشوف نيجاتيف Today, do they do a homework?
le sujet et le verbe. Ok, alors on se revient le verbe to do in present simple. Il est présent de l'indicatif. ثلاثة ديال المين فيربس عندكم شي سؤال اذا لو فيرب تو دو اي دو يو دو هي داز شي داز وي دو دي دو في النيجاتيف اي دو نوت دو يو دو نوت دو هي داز نوت دو شي داز نوت دو في الشورت فورم كنقولو دونت ولا دازنت وفي اللونغ فورم كنقولو وي دو نوت دو اوكي ولا دي دو نوت دو For question, do I do a homework? Do you do a homework? Does he do a homework? Does she do a homework? Do we do a homework? Do they do a homework? Okay. نتمنى تكون هاد ثلاثة الأفعال اللي كنا شفنا يكونوا واضحين. Okay. واش مزيان اذا الحصه ديال اليوم شفنا فيها ثلاثه نقاط شفنا الفيربس قلنا ان الفيربس كنقسم الاكشن فيربس ولا المين فيربس عفوا كنقسم الديناميك فيربس يعني الافعال المتحركه ولا ستاتيك فيربس افعال جامده هذا هو النقطه اللي كنا شفنا يعني انواع الافعال والنقطه الثانيه شفنا بان عندنا ثلاث افعال مهمه في اللغه الانجليزيه هو لو فيرب تو بي ولو فيرب تو دو ولو فيرب تو هاف وقلنا بان هاد لو فيرب تو بي ولو فيرب تو دو ولو فيرب تو هاف عنده جوج وظائف اما الوظيفه ديال مين فيربس لو فيرب برينسيبال بحال دابا شفنا في التصريف دابا دابا التصريف اللي شفنا فيه لو فيرب تو بي ولو فيرب تو دو ولو فيرب تو هاف شفناهم از مين فيرب يعني شفناهم كافعال رئيسيه اوكي وممكن اننا نشوفوهم في الـ في الهيلبين فيرب يعني كيخدموا الوظيفه ديال الهيلبين فيربس او لا افعال المساعده بحال دابا اللي شفنا في لو فيرب تو هاف ولا فيرب تو دو استعملنا في النيجاتيف والانتروغاتيف بلا فيرب تو دو كفعل مساعد باش نخدموا به في النيجاتيف والانتروغاتيف وختمنا الحصه بثلاثه الافعال ثلاث امثله صرفناهم في البريزنت صرفنا لو فيرب تو بي le verb to do, le verb to have, for the present, simple. Ok صافي هذا هو اللي بغيت انني نوصل في هذه الحصه هذه هو لا باز ديال هذا او هذا هو الارضيه ديال الكونجيكاسيون ان شاء الله بحول الله غنصل لكم بي دي اف مكتوب فيه كنتمنى تكونوا كتبتوا مع هذا الشيء بعدا كنتمنى والله تكونوا خديتوا نقاط المهم